جايز كيفكم؟ هلا رح نبلش بفلوج الشوبينج، يلا تعوا معي. وهلا حنفوت على المول. طبعا في عندي كتير شغلات لازم اعملها، ما بعرف من وين بدي بلش صراحة. خلوني اول شي فوت على البنك خلص الوراق اللي لازم اعمله وبعدين برجع لكم. صار لي ساعة عم فتل وماني عم لاقي البنك لهلأ. إيماجن لقوا كمان في جوع مو طبيعي، ف ماني مصدقة ايما توصل على البنك وخلص كل شيء وبعدين نجيب الاغراض اللي ناقصتني واخر شيء لازم ناكل. شكلي اخر شيء وصلت لحل انه دور عليه هون على هاي اللوحة احسن شيء. وقت اجي على هذا المول صراحة بحب فوت على كل المحلات، يعني ما قصر ولا محل، بس ما في وقت المشكلة. هلا هون في كذا نوع، يعني صراحة ما بعرف، عم دور على النوع اللي انا بستخدمه شوف وين ممكن لاقيه. اوكي لقيته تمام. هلا انا عاده بستخدم هذا الواقي، بس ما بعرف اكتبوا لي انتم اذا بتستخدموا شيء افضل منه او، بس انا بتوقع هذا افضل شيء صراحه، يعني جربت كثير حسيت هذا افضل شيء، فاكتبوا لي. اوكي هذا راح اخذه صراحه. عم فكر جيب كمان فيتامين سي لتحت العين. طبعا هي هي المرطبات اللي انا بستخدمها وقلت لكم عليها كلياتها، رح اخذ من هون بحس افضل. اوكي وهلا خلونا نفوت على سيفورا، كمان ناقصني شويه ميك اب. ما بعرف، خلونا نشوف الله يستر هلا شو رح نطلع. عن جد نحن البنات كلنا هيك، وقت نفوت على محل بنكون مقررين نجيب شيء ناخذ ثلاث ارباع المحل تقريبا. كمان لازم نجيب كم غرض من دوغلاس. خلونا نفوت سوا مشان نفرجيكم. نحن شو طالنا اصلا؟ كذا شغله. اوكي بلاش كونتور سيتينج سبراي، هدول البرونزر. ما بعرف هدول هن اللي بنجيبهم، اكتبوا لنا بالكومنتات شو رايكم بهدول. في كذا لون بلاش مثل ما انتم شايفين، في الفاتح اغمق وفي هيك يعني حلو. نجرب ناخذ هاد. I think إنه هذا أحسن شيء. ما حبيت بصراحة، ما كتير حبينا إنه في معه هايلايتر، أنا ما بحب أحط هايلايتر أساسا. فشكلنا رح نكنسل إنه نجيبه لأنه في معه هايلايتر. طبعا اللي عم يسألوا مين اللي عم بيحكي معي بالفيديو، جايز هدول إخواتي يعني. اوكي وين صار الدي ام هلا؟ اوكي جايز هلا اوكي ليكو هون دي ام. حنفوت وصور لكم جوا. رح نفوت على الدي ام. لازمنا اول شيء سلي، لازمنا سلي اول شيء لانه نحن بنفوت لهون بغرض غرضين بنطلع بالمحل كله تقريبا. رح اجيب من هدول، شو بكون الوان؟
خلص حنجيب هدول الثلاثة جايز. اوكي الشاور جيل اللي جبنا منه هذيك المرة هذا اللي هذا ريحته كثير كثير حلوة، عم جد بنصحكم تجربوه، بس ما بعرف بدكم نجرب ريحة ثانية مثلا، ما كثير حسيتها بتعلق أو ما بعرف. هلا أنا حابة الصراحة. اوكي في من هون تحت ميديا. ايه هذا جربناه، هذا نجرب أفضل. اوكي قرروا يلا يلا يا بنات، هاي وقت تجي مع اخواتك هيك بصير. خلص هذا خلص اوكي بنجرب هذا. كثير انواع المشكله، الواحد عن جد بيحتار شو بده يجيب. ما بعرف رح نطلع جايبين كل شيء. خبرونا انتم شو بتجيبوا، شاور جيل، شو بتجيبوا غراض كذا، يعني بلكي في شغلات انتم مجربينها نحن اسا ما جربناها فنستفيد. ما بعرف هون اذا بدنا ناخذ شيء، يمكن لازم نشامبو. يس الحل هنا اوكي. انا عندي شامبو صراحه جبت من يومين، ضل عندي بس الكونديشنر. هو هذا الشامبو اللي بتستخدمه اختي، هي شعرها ستريت. بس انا كثير بحب ريحته، يعني احيانا بستخدم له. هلا انا شو صار فيني امبارح، جبت اثنين شامبو، ما انتبهت انه العلبه الاصغر والعلبه الكبيره، جبت اثنين شامبو دول حد بعض. هو عن جد بغشهم بيني انه هاي شامبو وهي كونديشنر. كونديشنر هو الاساسي. اوكي. عن جد ريحته كثير حلوه. هلا نحن بنجيب بالعاده الشعر الكيرلي، هذا الشامبو وهذا الكونديشنر، فرح نجيب هدول. اوكي وهون كمان جربت كثير منتجات للكيرلي بس يعني ما استفدت من ضر العالم هلا. ايه اكيد. بس اذا بدكم نصيحه فهدول احسن شيء. فما بعرف اللي شعره هيك كيرلي فيقلنا شو بيستخدم. الزيت اللي كنا نجيبه بس هذا بحس يعني للكيرلي ما كثير، يعني هو كثير منيح صراحه، بروح النكشه اللي عنده نكشه بشعره كثير كثير منيح صراحه، بس للكيرلي ما بعرف ما كثير. ناخذها مشان شعري اكيد بناسبني صراحه. اوكي هلا في هاي الزيوت ظريفه، ما بعرف اذا بدك ناخذ منها صراحه. انا الزيت اللي اشتريناه من فرنسا كثير حبيته، اذا بدك صوري لهم يا بس نرجع. ما بعرف اذا موجود، انا بصراحه ما لقيت منه هون، وكل شيء مكتوب عليه بالفرنسي فما بعرف ولا هي شيء شو اسمه يعني او هيك. فرح صور لكم اياه، واللي عايش فرنسا في جيب منه لانه كثير منيح، بروح مو بس النكشه اذا الشعر هلا انا ما شربت مع بعضه بفك كل شيء عن بعضه بصراحة. انا ما جربته بس اختي جربته وقالت انه كثير كثير منيح. بس هلا في هدول كمان الزيوت فما بعرف. الهايلورونيك اسيد اللي بنجيبه من غرناطه هو منيح بس ما كثير بيرطب، يعني ما حسيته بيرطب خصوصا انا بشرتي جافه شوي. ففي ماركه اسمها ريفوكس، ما بعرف اذا بتعرفوها، موجوده بالدي ام، كثير منيح الهايلورونيك اسيد فيها. ايه صراحه انا كمان جربته كثير حبه. بجنن. اوكي عم لحق ناكل. ايه هذا عن جد جربوه كثير كثير منيح، موجود بالدي ام. اكيد انا اي شيء بدي اجيبه بدي اقول لكم عنه. انا بين هدول كلياتهم اكثر شيء بحب هاد اللي فيه زيت، لانه بيشيل الميك اب بطريقه كثير حلوه، حتى حتى الماسكارا كثير كمان بيشيلها بطريقه حلوه. بس المشكله انه انا ما عاد لقيت منه حجم كبير، يعني هيك انه هيك حجم كبير ما عاد لقينا، فعم نجيب صغار. هذا بيرفكت صراحه، هذا بيرفكت عن جد. صغيرة. دائما بتجي لهون بتجيب من هذا الجلوس، ما بعرف ليش، من اسنس هو، بس حابة تشتريه فرح نشتري لها هديه. هديه وهي موجوده حدنا. ايه بس اوكي نشتريها. طبعا احنا رح نستخدمه معه بالبيت. اكيد اكيد احلى هديه. بس شو بدنا نجيب؟ هي بتحب بلا لون او لون خفيف. هلا هذا شكله حلو لانه في لون. بس اجيب اثنين شو ثلاثة يلا هدايا لبعض. جينا على قسم الميك اب، شوف شو بدنا ناخذ من هون. هي ووتر بروف فاكيد ما رح نجيب. هلا انا بالعاده باخذ الاسود، الازرق ما بعرف ماني مجربته. هذا اللي تحته قصدي انا. هي اوكي كمان بس ووتر بروف. لا خلينا نجيب شيء هيك وهيك. خلص اخر شيء قررنا نجيب هاي الماسكارا هايلاينر بني،
كثير حابه اجربه. اوكي اشتري هذا الايلاينر كثير منيحه فكره من الاساس. اي نو مجربه انا الاسوات فما بعرف نجرب هاد. كمان حنجيب هاد فيكس بلس من ميبلين. جربوه كثير ظريف عن جد. خلص قررنا نجيب هذا الكونسيلر من لوريال. هلا عم نشوف موسترايزر للجسم فعم فكر نجيب من هاد نيفيا كثير منيح. وهلا نحن باحلى طابق هون، طابق المطاعم والاكل والبلاي جراوند. ما بعرف اذا بتتذكروا بفيديو من الفيديوهات صورت لكم البلاي جراوند. جايز نحنا يدوب اكلنا لقمتين وصار موقف كتير بشع عن جد. اجا واحد وبخشة وبخاخ ريحته كتير قوية. ايه يمكن ثلاث شباب، يعني شباب اول عمرهم بخوا شي مثل ما بعرف شو هو سبراي او شي، ريحته كتير قوية والعالم كلياتها قامت من محلها. و اجا السكيورتي بس ما فهمنا شو صار، ما بعرف شو صار. فنحنا خلص بطلنا نحكم او ما عاد نسترجع اصلا نروح لهونيك، يعني الريحه كثير صارت قويه. كنا نسعر ايه ف يب. هذا كان كل شيء لليوم جايز، اتمنى تكونوا انبسطتوا معنا. ما تنسوا اللايك والشير وتكتبوا لنا كومنت حلو مثلكم، واكيد سبسكرايب وبشوفكم فيديو جديد. باي باي.